وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة دكتور أكسل. طبعا في هذه المحاضرة راح نشرح موضوع مهم جدا ونستخدمه دائما في ملء البيانات، ألا هو القوائم المنسدلة المترابطة. طبعا القوائم المنسدلة تم شرحها في دورات أكسل المستويات الأساسية والمتقدمة، وطبعا الموضوع بسيط جدا، ولكن موضوع القوائم المنسدلة المترابطة راح نشرحها في هذه المحاضرة طبعا لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة. طيب لو عندي هنا أنا مثلا الدولة والمحافظة، جيد، مثلا بهالقائمة طبعا عندي هنا مثلا مجموعة من الدول ولكل دولة مجموعة من المحافظات. عندي ورقة أخرى، هذه هي الورقة الأخرى، طبعا أنا سميتها البيانات، بها مجموعة من البيانات، بها هذه مجموعة من الدول، كل دولة بها محافظات. طبعا أريد عندما أختار دولة تظهر لي المحافظات الخاصة بهذه الدولة. جيد، أول خطوة من الخطوات هي راح أضيف الدول، هذه الدول راح أضيفها بهذا الجزء اللي هو الدولة، والموضوع سهل جدا. طبعا نحدد هذه الخلية ونروح على بيانات، ومن ثم نجي إلى التحقق من صحة البيانات ونختار التحقق من صحة البيانات. من هذا الجزء نختار قائمة أو ليست إذا كان إنجليزي، نضغط على هذا الجزء اللي هو باللون الأحمر ونروح على البيانات ونحدد الدول، قائمة الدول، هذه قائمة الدول نحددها، ومن ثم نضغط على انتر من الكيبورد ومن ثم موافق. إذا أجي أضغط هنا راح أشوف أنه عندي مجموعة من الدول اللي هو العراق، السعودية، الإمارات وهكذا. جيد، الآن أريد عندما أختار العراق تظهر لي محافظات العراق، عندما أختار السعودية تظهر لي محافظات السعودية، عندما أختار الإمارات تظهر لي محافظات الإمارات. جيد، طبعا عندنا مجموعة من الخطوات. أول خطوة نعيد تسمية البيانات المترابطة مع العنصر الرئيسي بنفس اسم العنصر الرئيسي. شنو يعني؟ يعني هذه المحافظات اللي تابعة للعنصر الرئيسي اللي هو العراق نحددهن بأن كلهن، طبعا نجي نحددهن بهذه الطريقة ونجي هنا أنا نضغط كليك باليسار، راح أمسح وأعيد اسمهن بنفس الاسم اللي هنا أنا بالأعلى اللي هو العراق. جيد، أجي هنا أنا إلى السعودية بنفس الطريقة نحددهن ونمسح الاسم القديم ونكتب السعودية. طبعا ضروري هذا الاسم يكون نفس هذا النص تماما، لابد أنه ما يكون مختلف. جيد، نجي هنا إلى الإمارات نحددهن ونمسح الاسم القديم ونكتب الإمارات. ممتاز، الآن بعد ما سمينا هذا الجزء طبعا يجي هنا بهذه المنطقة، إذا نجي على الإمارات راح يحدد لنا الإمارات، إذا نجي على السعودية راح يحدد للسعودية، وإذا نجي على العراق راح يحدد للعراق. فقط سميت العناصر المرتبطة بنفس الاسم العنصر الرئيسي، هذه الخطوة رقم واحد. الخطوة رقم 2 راح نرجع للصفحة الرئيسية، راح نحدد هذه الخلية وهنا بالأعلى راح نكتب يساوي indirect، طبعا عندنا دالة اسمها indirect، هذه الدالة indirect نختارها، نضغط على tab ونحدد خلية الدولة، نحدد خلية الدولة، نغلق الدالة ومن ثم موافق. جيد، الآن راح نجي إلى هذه الـ Indirect، راح ناخذها كلها نحددها، نضغط على Ctrl X قص ومن ثم Enter، نرجع نحدد هذه الخلية ونروح على بيانات، نجي التحقق من صحة البيانات، نختار قائمة ونجي نلصق الدالة اللي نسخناها، نلصقها ومن ثم موافق. إذا ألاحظ هنا عندي الإمارات، هنا عندي المحافظات الخاصة بالإمارات، إذا أجي هنا أختار العراق راح أشاهد المحافظات الخاصة بالعراق. مثلا عندي هنا السعودية بإمكاني أنه أختار مثلا جدة، أو بإمكاني أغير مثلا العراق وأختار بغداد. إذا ألاحظ أنه هذه المحافظات
راح تكون مرتبطة مع الدول. جيد، الآن وحتى يترسخ هذا المثال راح ناخذ مثال آخر. مثلا عندي هنا الكليات الهندسة والطب، وعندي هنا مجموعة من الكليات تابعة للهندسة وكليات تابعة للطب. فراح نجي هنا نقول الكلية القسم، مثلا ممكن هذه هي الأجزاء تكون بهذا الشكل. جيد، طبعا نجي نضيف القائمة الخاصة بالكليات من بيانات، نجي إلى التحقق من صحة البيانات، نختار قائمة، ومن المصدر راح نجي نحدد هذه الكليات الرئيسية، انتر، ومن ثم موافق. إذا لاحظ هنا أنا تماما، نجي إلى القسم حتى نخليه مترابط مع الكلية، راح نجي نضغط هنا بهذا الجزء يساوي indirect، ونضغط على تاب، نحدد الكلية، وطبعا نغلق القوس، نحدد كل هذا مع اليساوي، كليك أيمن، قص، ومن ثم انتر. جيد، نجي إلى هذه الصفحة اللي هي البيانات، راح نحدد هذه المجموعة، طبعا مو نحدد الكل، نحدد فقط العناصر الفرعية، ونكتب الهندسة، ضروري يكون بنفس الاسم الهندسة عفوا. جيد، هنا نجي نحدد هذا الجزء ونكتب الطب. جيد، الآن نجي نحدد هذه الخلية اللي هي الأقسام الفرعية، ونجي إلى التحقق من صحة البيانات، هذه هي الطريقة، ونكتب قائمة، وكنترول V أو كليك أيمن لصق، راح نلصق الدالة اللي قصيناها قبل قليل، ومن ثم موافق. طبعا راح تطلع لي هذه القائمة أو هذه النافذة طبيعية جدا، لأن أنا عندي فارغ، فلا بأس نضغط على موافق. عندما أجي هنا أملأ، أختار الهندسة، راح ألاحظ أنه فروع الهندسة. عندما أختار الطب، راح ألاحظ أنه عندي فروع الطب. طبعا الموضوع سهل جدا وبسيط، وممكن نستفاد من عدة بأمور عديدة. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة، نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.